ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فكل كلمة تخرج من ألسنتهم نور، فعلينا أن نتفكر فيها وأن نتدبرها وأن نتأملها. فكلامهم عليهم الصلاة والسلام وحي يوحى، أدبهم ربهم عز وجل فأحسن تأديبهم، فجدير بنا أن نصغي إلى سيرتهم وأن نستمع إلى أقوالهم وأن نسلك سبيلهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فإذا كان ثم أشخاص لهم أسوة يأتسون بها، فأسوتنا والتي نفتخر بها ونعتز بها ونسأل الله أن يحشرنا معهم، هم أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. منهم وتقدم شيء كثير من ذكره، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذلكم النبي خليل الله، ذلكم النبي الأمة القانت، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فإلى مزيد من سيرته للتأسي وللاقتداء، إذ الله قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآيات. فهي آيات من سورة الشعراء في شأن إبراهيم عليه السلام، تتلوها أيضا آيات من سورة الصافات في شأنه عليه الصلاة والسلام. فسيرته نور نستنير به وضياء نستضيء به. قال تعالى في شأن هذا الخليل عليه الصلاة والسلام وما قاله لقومه متبرئا من آلهتهم التي يعبدون من دون الله، متبرئا من أوثانهم، متبرئا من مناهجهم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أي أفرأيتم أصنامكم التي تعبدون وأوثانكم التي تقربون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال فريق من العلماء: كانوا يعبدون أوثانا مع الله، فتبرأ الخليل عليه السلام من عبادة الأوثان ولم يتبرأ من عبادة الله، تبرأ من عبادة الأوثان ولم يتبرأ من عبادة الله، وأعلن عن عداوته للأوثان ولم يعلن عن عداوته لله، بل أعلن موالاته لله سبحانه. فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لكن رب العالمين ليس بعدو لي، بل هو ولي سبحانه وتعالى، هو يتولى الصالحين. فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان شجاعا كريما عليه الصلاة والسلام، ومن شجاعته أنه أعلن عن عداوته لأصنامهم التي يعبدون، وكفر بها ونبذها وراء ظهره. وهكذا نقول
لمعاصرينا، برئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ومن كل شرعة تخالف شرعة الإسلام، ومن كل مذهب وطريقة تخالف طرائق الإسلام ومناهج الإسلام. برئنا من هذه المذاهب الهدامة والشعارات الباطلة التي ألبست ثوبا مغريا اغتر به الكثيرون. برئنا إلى الله من الديمقراطية، برئنا إلى الله من العلمانية، برئنا إلى الله من الليبرالية، برئنا إلى الله من الاشتراكية والليبرالية والماركسية، ومن كل مذهب هدام يخالف دين الإسلام. هكذا تعلمنا أن نتبرأ من الباطل، تعلمنا من خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام التبرؤ من الباطل أيا كان شأنه، فالباطل يزهق، الباطل ينقمع، إن الباطل كان زهوقا. علمنا خليل الرحمن أن نمتثل أوامر الله بالتبرؤ من كل إله يعبد من دون الله، ومن كل شرعة ترفع غير شرعة الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي لكن رب العالمين هو ولي لا أعاديه، إلا رب العالمين. ثم ذكر الناس بشيء من فضل الله الذي ينبغي أن يعبد وينبغي أن يوحد، فقال: الذي خلقني فهو يهديني. نعم، هو الذي خلقنا وهو الذي يهدينا ويوفقنا، فنعمة الهداية لا يملكها أحد سواه. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. نعم، هو الذي يطعم، نعم هو الذي يسقي، لا يفعل ذلك رب سواه. والذي هو يطعمني ويسقيني، وكما أمرنا ربنا فابتغوا عند الله الرزق، وكما قال ربنا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال الخليل مذكرا: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. هنا أدب نتعلمه من خليل الرحمن، أننا إذا ذكرنا ربنا سبحانه ونقلنا عنه ننقل عنه كل ما هو جميل وكل ما هو طيب، فهذا أدب. فالذي يمرض ويشفي هو الله، الذي يمرض ويشفي هو الله. ولكن الخليل تأدب في الخطاب بقوله، ومنه نتعلم الأدب. وإذا مرضت، ولم يقل والذي هو يمرضني ويشفيني، إنما تأدب في الخطاب، وهذا له صور في الكتاب العزيز، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله، وإن كان كل شيء بقدر الله وكل شيء من عند الله، لكن التأدب في اللفظ وفي الخطاب، كما في الحديث: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أي نحن المتسببون لأنفسنا فيه، وإن كان كل يجري بقدر الله. وكما قال الخضر في تعليمه، وكما قال الخضر في إخباره: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فنسب العيب لنفسه مع أنه بوحي، لكن قال في الإصلاح: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وما فعلته عن أمري. فالحاصل من ذلك أننا إذا نقلنا عن الله سبحانه ننقل عنه بكل أدب، ننقل عنه كل جميل، مع أنه جل وعلا هو الذي يقدر الأمور جميعها ويقدر المقادير جميعها، فلا نتسخط على قدره بل نشكره
ونعبده ونحمده في سرائنا وفي ضرائنا. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام وهو عليه الصلاة والسلام المزكى من ربه، إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ترون ما الخطايا التي اقترفها إبراهيم حتى يسأل ربه أن يغفر له خطيئته يوم الدين؟ في الحديث: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. قوله: إني سقيم، لما دعوه للخروج لعبادة الأصنام ولعيد المشركين. والأخرى قوله عن سارة: هذه أختي، كي تنجو من بطش الجبار العنيد الكافر. والثالثة: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم يذكر ذلك ولا ينساه، يذكر ذلك ولا ينساه. ولقد قال نبينا محمد، أو عفوا قال أنس رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كنا نعدها من الموبقات، وهي في أعينكم أدق من الشعر. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكان نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام في سجوده من الليل يقول: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت، وما اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما، أي في الدنيا والآخرة. وقال: وألحقني بالصالحين. إذا توفيتني ألحقني بالركب المبارك، ركب الأنبياء، ركب الصالحين، لا تلحقني بركب أهل الشر، لا تلحقني بركب أهل الفساد، بل ألحقني بأهل الصلاح المطيعين لك المستقيمين على أمرك. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال فريق من أهل العلم: إن الخليل دعا ربه سبحانه أن يكون له ذكر حسن وثناء حسن في الناس بعد موته، فكأن المعنى: واجعل لي يا رب إذا أنا مت من يثني علي بعد موتي، لا يقولون عليه من الله كذا وكذا، بل يثنون علي يا رب، يقولون رحمه الله، يقولون عليه السلام، يقولون بارك الله عليه. اجعل لي يا رب لسان صدق في الآخرين. نعمة الدعوة، نعمة الدعوة لو تعقلناها، نعمة الدعوة لو تقلدناها، نعمة الدعوة لو دعونا بها، أن يجعل لنا ربنا بعد موتنا لسان صدق، يتبعنا رحمات، يتبعنا دعوات صالحات من أقوامنا ومن ذرياتنا ومن إخواننا ومن أهل الإيمان عموما. فإبراهيم سأل الله سبحانه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. ومن العلماء من قال: وهذا يشمل أيضا لسان الصدق الثناء الحسن في الملأ الأعلى، تثني عليه الملائكة كذلك. وهذا أيضا قد أجيب، ونحن أيضا في كل صلاة نصليها وإجابة من الله عز وجل لدعوة خليل إبراهيم عليه السلام، فإننا في كل صلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في أذكار صباحنا، في أذكار مسائنا، أصبحنا على فطرة الإسلام، أمسينا على فطرة الإسلام، إلى أن نقول وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهو ثناء متواصل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الكتاب العزيز: واذكر في الكتاب إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم، آيات بعد آيات. استجابة من الله عز وجل لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان من الجدير إذن أن ندعو الله بمثل هذا الدعاء، أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، ثناء حسنا بعد موتنا يدعو لنا الناس، لا يدعون علينا، لا يتبعوننا باللعنات، بل يتبعوننا بالرحمات وسؤال الله عز وجل إياها لنا. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي. طلب المغفرة لأبيه، ونحن نطلب المغفرة لآبائنا إذا ماتوا على الإسلام. وذلك لأن إبراهيم عليه السلام وبعد أن طلب المغفرة لأبيه عن موعدة وعدها إياه، كما قال آنفا، كما قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، وتبين له أن أباه عدو لله، لما مات أبوه على الكفر تبرأ منه. وفي ذلك يقول تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهكذا ننهى عن الاستغفار لأهل الشرك، وإن كان ماتوا على الشرك، وإن كانوا بآبائنا أو إن كانوا أمهات لنا. قال: وأغفر لأبي إنه كان من الضالين، كان من البعيدين عن منهج الحق، الذين لم يوفقوا لسلوك طريق الاستقامة. ففيه أن الابن لا ينفع أباه إذا كتبت على الأب الغواية. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون. هكذا قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سأل ربه سبحانه ألا يخزيه يوم البعث، فقال: ولا تخزني يوم يبعثون. ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة، فيقول له: يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ يعني يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجه آزر سواد وغبار، تغير وتعب وإرهاق، فيقول له: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما الآن يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول: أي ربي أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فإذا هو بذيخ ملتطخ، أي تحول أبوه إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، ملوث بغائطه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون. فالخزي الأعظم أن يدخل الشخص النار، أن يدخل الشخص النار، فيسلم الله إبراهيم من ذلك. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا مال ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله، ولا بنون ينفع، ولا بنون ينفع إلا من استغلوا وربوا على طاعة الله وشكروا لله. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم
بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال الخليل عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولقد قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي ما قبلت من هذه الفدية. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لابن آدم يوم القيامة: لو كان لك طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. فيقال: يقول الله له: كذبت، قد سئلت أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. قال الخليل عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولقد قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فجدير بالشخص أن يمهد للقاء الله، أن يمهد للقاء الله كما أمر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فليت شخصا يوصي بجزء من ماله لوجه الله ولأبواب الخير ولأبواب البر ولأبواب المعروف. فأولادك كثيرا منهم من يضن على والده بصدقة يفعلها له بعد موته، فأوصي بجزء يا صاحب المال من مالك في وجوه الخير، في وجوه البر، في وجوه الإحسان، ولا تنتظر من أبنائك أن يصنعوا لك ذلك بعد موتك، فقل منهم من يصنع ذلك، وقل منهم من يفكر فيك أو يستغفر لك. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك. هكذا قال الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فجدير بنا أن نحرص على سلامة قلوبنا، سلامتها من الشرك، سلامتها من البدع والخرافات، سلامتها من الخوف من غير الله، سلامتها من الآفات كالرياء والغل والحقد. يلزمنا أن نسأل ربنا أن يطهر لنا قلوبنا وأن يسلمها لنا وأن يصفيها لنا من كل شائنة تشينها، من كل عيب يعيبها. جدير بنا أن نسأل ربنا أن يصلح لنا قلوبنا، ولنسعى جاهدين في سبيل ذلك، فإنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنلفظ الشرك ولنلفظ الرياء، ولنسأل الله أن يسلم قلوبنا من الشرك ومن الرياء ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن كل شئنة تشين القلوب ومن كل غائلة تغتال القلوب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وشيء من ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا: وبعد أن ألقاه قومه في النار فسلمه الله وأنجاه، ولم تجدي هذه الآية معهم، ولم ينتفعوا بها، لم ينتفعوا بكون الله عز وجل سلم إبراهيم من النار، وبعد أن أوقدوا له الجحيم وألقوه فيها وسلمه الله، ومع ذلك لم يؤمنوا. فرأى إبراهيم بما أوحاه الله إليه أن يترك هذه البلاد وينتقل إلى بلاد فيها خير وصلاح، فيها خير وصلاح،
بعيدا بعيدا عن أهل الشرك، بعيدا بعيدا عن أهل الكفر والفسق والضلال، حتى يعبد ربه سبحانه. حينئذ قرر قراره وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. سأل الله ذرية طيبة، فكان في أكثر عمره لا ينجب عليه الصلاة والسلام، وما أنجب إلا في أواخر حياته، كما قال تعالى في كتابه الكريم ذاكرا قول إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فلا ييأس شخص أبدا من رحمة الله. واستمر في الدعاء يا عبد الله، يا من لم ترزق بالولد استمر في الدعاء، يا أمة الله يا من لم ترزقي بالولد استمري في الدعاء، استمري في سؤال الله، فهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. استمري يا أمة الله واستمري يا عبد الله في الدعاء، ولا تيأس ولا تقنط، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وكذلك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، سيوفقني ويرشدني، كما قال في الآية الأخرى: إني مهاجر إلى ربي. هنا قال مفارقا الأوطان، مفارقا البلاد، مفارقا الأصحاب، مفارقا العشيرة، إني ذاهب إلى ربي. وكل ذلك في ذات الله يهون، وكل ذلك في طاعة الله يهون. إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. يا رب ارزقني ذرية صالحة، يا رب هب لي من الصالحين. هكذا دعا ولم ييأس، وربنا جبر خاطره. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وهو إسماعيل على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان ثم تنازع بين هل هو إسماعيل في هذا المقام أو إسحاق عليهما السلام، وأظهر الأقوال والله أعلم أنه إسماعيل عليه السلام، وذلك لأنه إذا كان إسحاق عليه السلام فكيف يبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويؤمر بذبح إسحاق، وقد علم أنه سيبشر من إسحاق بيعقوب. فإذا والقول الأرجح أنه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم، أعني في هذا المقام أنه إسماعيل عليه السلام، وإن كانت سارة أيضا بشرت بإسحاق، لكن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، ليس بسريع الغضب، ليس بسريع الانتقام. فالرجل الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، بل يتريث يتأنى ويتريث ويتعقل، وينظر المقامات، وينظر هل الأفضل العقوبة الآن أم تأجيلها. هذا الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، فحليم إبراهيم عليه السلام، وحليم ابنه الغلام إسماعيل عليه السلام. فنعم ذرية بعضها من بعض. قال تعالى في شأن إبراهيم وحلمه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، يعني بعد أن ذهب الخوف عن إبراهيم لما دخلت عليه الملائكة وقرب لهم طعاما ورأوه لا يأكل ورأهم لا يأكلون خاف منهم، وبعد أن اطمئن إليهم سألهم: أين طريقكم؟ قالوا: ما مفاده؟ طريقنا لتدمير مدائن قوم لوط. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يطلب الإمهال مع أنهم يفعلوا ما يفعلوا، قال لعلهم يتوبوا، وأخبر أنهم سيدمروا
أن قوم لوط سيباد ويموت على الكفر، فإذا به يجادل يعني يطلب المهلة. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فحليم وابنه حليم ذرية بعضها من بعض، لكن قال تعالى: لأن الأمر قد قضي يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تستمر في الدفاع عن قوم لوط، لا تكن للخائنين خصيما، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أي أن الأمر قضي، فلا معنى لشفاعة شافع ولا لسؤال سائل، لا معنى لشفاعة شافع ولا لسؤال سائل. فالشاهد أن إبراهيم كان حليما وابنه إسماعيل كان حليما أيضا. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، لما وصل الولد إسماعيل عليه السلام صادق الوعد عليه السلام إلى سن يجري فيها ويقضي حاجات الوالد، يقضي حاجات الأم، يجري هنا وهناك ويقضي الحاجات، لما بلغ معه السعي قال: يا بني، وهذا ابتلاء عظيم، إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام رؤيا الأنبياء وحي، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، أمرت في المنام بذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فبما يجيب الابن الحليم البار وفي صغره، لكن تعلم من بيت نبوة طاهر وكريم، إذا به يقول لأبيه، لم يقل له حتى اذبحني وانتهى الأمر، بل يطلب من أبيه عموما الطاعة لله المطلقة في هذا الأمر وفي غير هذا الأمر: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل كل ما يأمرك الله به وحتى وإن كان ذبحي، يا أبتي افعل ما تؤمر. هكذا إذا كان ربك أمرك بهذا يا أبي فافعله يا أبي، يا أبتي افعل ما تؤمر. فحقا إنه بيت نبوة طاهر وكريم، كما قالت أم إسماعيل هاجر عليها السلام ووليدها معها عند البيت الحرام، وإبراهيم يتركها وينصرف تناديه: يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت، لا مرارا تناديه. قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. هكذا حسن التوكل والاعتماد على الله من إبراهيم ومن هاجر ومن إسماعيل عليهم السلام، أسرة مباركة، أسرة طيبة، يا لها من أسر يؤتسى بها، يا لها من أسر يقتدى بها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي فضلتك؟ الحمد لله. ألو؟ نعم الحمد لله. السلام عليكم، ربنا يبارك لنا في مكان الشيخ ويمد في عمرك في طاعة الله بإذن الله يا رب وإياك. بارك الله فيكم. بالله شيخنا، عندي استفسارين. الأول بارك الله فيك، سؤال في التفسير ثم سؤال في تربية الولد وفقا لما تقول. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وفعل الأمر سلموا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهكذا: واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، دون لفظ أو الأمر بالتسليم. فرجاء من حضرتك توضح لنا التكامل بين الآية والحديث. الاستفسار الآخر يا شيخنا بارك الله فيك، ما موقف الأم إن ضيع الأب الولد؟ وكما تحدثت حضرتك، نعم، موقف الأم إن ضيع الأب الولد ويقول الأب: توكلي على الله، خلي عندك حسن ظن بالله، الله سوف يربيهم، الله سوف يعملهم، يعني الله عز وجل سوف يهديهم للتقوى، وسيبيه وربنا سوف يصلحهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصيغة الصلاة على النبي
كما فهمت الأخت ليس فيها السلام على النبي، إنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أقول صدر الحديث يبين الجواب، فصدر الحديث أن الناس قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، أما السلام عليه فقد علموها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا والله أعلم. أما الأب فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي بعض الزيادات وأخشى ألا تكون شاذة وإن لولدك عليك حقا، والثابت وإن لأهلك عليك حقا، لكن عموما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولقد قال تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا سألت حضرتك قبل كده سؤال عن الشركات اللي ليها سيستم زي كيونت، بس هي ماي واي. أنا عرفت رأي حضرتك في شركة كيونت ورأي الشيخ الثالوثي ربنا يكرمه، بس حضرتك قلت لي هتسأل في النظام بتاع ماي واي لأنها منتجات مأكولات ومشروبات ومنظفات داخل البند. أنا سألت سؤالا عابرا فأفادوني أنها تبيع أدوات تجميل وتبيع أشياء معروفة ليست بالمجهولة، فإذا صدق الناقل فالبيع والشراء والنيابة عنها في التوزيع والتوكيلات حلال إذا كانت المبيعات حلال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي آلة أريد بيع، أعرفه على مختص ببيع الآلات. الصوت ضعيف بارك الله فيك. عندي آلة أريد بيعها. وبعد؟ عرضته على مختص ببيع الآلات فقال لي وأبيعها لك، فأخبرته برأس مالي كذا، فقال لي أجد لك زبونا يشتريها بربح رأس المال على أن أخذ هذا الربح، ومن ثم لقد جاءني زبون فعلا وقد عفوا. إذا لم يكن حصل غش ولا تدليس جاز البيع، وإن كان هناك غش أو تدليس منه أعني من السمسار فحينئذ ابتعد عن هذه الشبهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، تكملت السؤال بتاع شركة ماي واي، هو ليس عندي مزيد. أيوة يعني ليها سيستم وشجرة، وحضرتك يعني موضوع الشجرة والأعضاء والمكافآت والأرباح غير البيع والشراء. لا مانع من توزيع الحوافز بالطريقة المذكورة ما دامت السلعة معلومة، والمكافآت والأرباح على الأعضاء ما فيش مشكلة النسب بتاعتهم. أنا أقول إذا كانت هناك طريقة معينة كحوافز للموزعين والوكلاء فلا بأس بهذه الطريقة، لأنها طريقة تنبني على أنها حوافز للمسوقين للشركة. فلكن الفاصل الفارق بينها وبين شركات أخرى كبزناس أو كيونت أو نحوها من الشركات التي اسمها سالة أو سالة التي دخلت المملكة العربية السعودية على أنها مشروبات مقوية أو أشياء طاقة أو نحو ذلك، فكل هذا يتضمن غشا وتزويرا، فمثله لا يصلح التعامل معه للجهالة. أما إذا كانت السلعة معلومة فلا بأس. جزاك الله خير. وعليكم السلام. عليكم. السلام عليكم. أخوك حسين من تونس. تفضل. الله يجزيك الخير يا شيخ الكريم. وياك. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يجزيك الخير. سيدي الكريم، أنا أحبني الله سبحانه وتعالى يعني ومطور الساقين الاثنين ومتزوج يعني منذ 8 أشهر والحمد لله، لكن سؤالي هو هل أستطيع يعني أن أصلي بزوجتي يعني لأني أنا مطور الساقين الاثنين، وكذلك يعني نعم نعم عفوا هل أستطيع أن أصلي بزوجتي وأنا مبتور الساقين؟ هل يعني سؤالك عن نعم. شخص مبتور الساقين هل يصح له أن يصلي بزوجته؟ نعم يصح له
أن يصلي بزوجته. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا الصحابة خلفه قيام في مرض موته. نعم. السؤال الثاني، الله يخليك يا شيخ الكريم، تفضل. هو أن يعني إذا كان المرأة يعني عليها الحيض، هل تستطيع صيام يعني النوافل في يوم الاثنين أو الخميس؟ هل ماذا؟ يعني هل تستطيع الصيام في يوم الاثنين أو يوم الخميس والمرأة تكون حائض؟ لا 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 يصح أبدا. لا، صوم الحائض باطل، صوم الحائض باطل، لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم لا فردا ولا نفلا أثناء زمن حيضتها. نعم. وإذا نويت يعني على الصيام وأصبح هذا الحائض، الصيام باطل وليست عبادة يتقرب بها، يعني بل إذا علمت النهي وفعلت تأثم. نعم. الله يجزيك ألف خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خير يا رب. وفيك يا شيخ، الواحد قلبه يتقطع على اللي بيحصل في سوريا يا شيخ، الأطفال. اسأل الله عز وجل أن يكشف عنهم الضر، اسأل الله أن يكشف عنهم الضر، وإن استطعت أن تنفعهم بشيء فلا تدخر شيئا تنفع به إخوانك، بارك الله فيك. هل يصح يا شيخ العرب يتحد شيخ لنصر إخوانهم في سوريا؟ هذه أمور واجبة، استنقاذ الضعفاء واستنقاذ الأسارة مطلب، استنقاذ الضعفاء والأسارة مطلب، وليت القوم يفعلون، لكن كل منشغل بما هو فيه، نعوذ بالله من الفتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الحمد لله. نعم، معك الأخ عبدالله من درين، عبدالله سعد. تفضل. الله يبارك فيك. كنت عايز اسالك على حال الشيخ ابو ساكر الحويني، الله يبارك فيك. الحمد لله صحته ان شاء الله في تحسن باذن الله، ينقص دعواتكم. السلام عليكم. يقول الله سبحانه في شان الخليل ابراهيم عليه السلام ودعائه، رب هب لي من الصالحين، استجاب الله هذا الدعاء فقال: فبشرناه بغلام حليم، أي لا يعاجل بالعقوبة بل هو حليم رزين عليه السلام. فلما بلغ معه السعي، لما استطاع إسماعيل أن يجري ويذهب ويجيء ويقضي حاجات والديه، ابتلي إبراهيم فيه بابتلاء آخر، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فما كان من ولده إسماعيل عليه السلام إلا أن أجابه بما هو أعم: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل كل ما يأمرك به ربك، ليس ذبحي فقط، بل يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني، ليس بحولي ولا بقوتي بل بعون الله لي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ مصطفى، معلش أنا عندي مشكلة شخصية وكنت عايزة أعرف رقم التليفون بتاع حضرتك. لا حرج، خذيه من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. وحياك الله. جزاكم الله خيرا عما تعلمون من خير. وإياكم. كنت بس أعلق على كلام السيدة الطيبة التي قالت في الآية الكريمة: وهي الأمر من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. يعني هي طبعا سلموا تسليما جاءت في آيتين في القرآن، في سورة الأحزاب وفي النساء: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. والعجب العجاب أن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتين تحت بعض، وسلموا تسليما تكاد تكون تحت الآية ذكرى في الصلاة على صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن نظن أو, 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 أو نفهم أن سلموا تسليما معناها التسليم له في كل أمر يأمرنا به أو ينهانا عنه؟ لا عفوا، هنا أمران. أيوة. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيوة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يذعنوا إذعانا ويخضعوا خضوعا. أيوة.
أما صلوا عليه وسلموا تسليما من السلام المعهود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن صدر الحديث أفاد ذلك، علمنا كيف نسلم عليك، عليك ليس التسليم لك في التعدي بإلى أو باللام، هنا أسلم لك يعني أخضع لك وأنزل لك عن رأيي، أسلم عليك ألقي عليك سلامي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم تفضل. لو سمحت الوسوسة في الصلاة بس. نعم. الوسوسة في الصلاة. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكيت إليه الوسوسة في الصلاة من رجل من أصحابه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، شكى إليه شيئا من ذلك، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، هذا، وإذا استطردت بك الوساوس فلم تدري كيف صليت ابني على اليقين الذي هو الأقل، وأتي بسجدتي سهو إما قبل التسليم وإما بعد التسليم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت إن كنت شارح حتة أرض على الزكاة ولا ما عليهاش؟ إذا كانت للتجارة وأنت تاجر أراضي فعليها الزكاة، أما إذا كانت قنية أنت مقتنيها كما يقتني الشخص سيارة كما يقتني شقة شقتين فليست عليها زكاة. أنا كنت شارع عشان يعني سابة للولاد يعني عشان أجهزهم بقى. ليس عليها زكاة بالتوصيف المذكور. طب ما شكرا. وقولك حتة أرض أولى منها قطعة أرض، أما حتة أرض استبدلها بقطعة أرض. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، يعني ابني متوفي عنده 12 سنة، فهل هو يعتبر من الأبرار وأنا أطلع أعمل عمرة، ولا المبلغ أطلع أعمل بعمرة أطلع على روحه؟ كل حسن. وسؤال تاني، إن الأريكة على أبرارة، إن الأريكة على أبرارة ينظرون، عاوزك تفسر الآية دي لو سمحت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالابن الذي بلغ 12 عاما الظاهر من أمره أنه لم يبلغ الحلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم أو لم يبلغ الحنث إلا لم تمسهما النار إلا تحلت القسم، فإن شاء الله مرفوع عنه القلم، ويا بشراك إذا صبرت واحتسبت. أما قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى ما في الجنة من النعيم، قيل ينظرون إلى الولدان المخلدون، قيل ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، والأرائك هي الأسرة في الحجال، والأسرة جمع سرير، والحجال الناموسية التي كانت تصنع قديما في بعض بيوت الفلاحين، ناموسية لكن مع الفارق بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. عندنا والله واحد مريض وعنده الحصوة، وفي بعض من الأخوة نصحوه نشرب بيرة، يجوز ولا لا يجوز؟ بيرة مسكرة تذهب العقل. والله أعلم. لا، إذا كانت مسكرة حرام، حتى لو كان كثيرها مسكر وقليلها لا يسكر حرمت أجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. السلام عليكم. هذا وإخواني يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فأقول بالله تعالى التوفيق إن تلك الأسرة المباركة أسرة إبراهيم عليه السلام، هو وزوجته وولده، أو هو وزوجته وأم ولده وولدا إسماعيل وإسحاق، أسرة كريمة مباركة، جدير بنا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم. فهذا إسماعيل عليه السلام يبدو منه أو تبدو منه غاية الاستسلام لله عز وجل، وكذا قوله لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر
افعل ما يأمرك الله به، فنعم الولد المذكر لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، لا تتردد يا أبتي في فعل أمر أمرك الله به. ثم يقول: ستجدني ليس بقوتي ولا حولي إن شاء الله إن شاء الله. علم هذا الغلام منذ صغره أن الصابر لن يستطيع أن يصبر إلا إذا صبره الله، فلذلك أشار إلى هذا المعنى كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فهنا يشير إلى نفس المعنى: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا وللحديث تتمة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل ما يرضيه، وسلم الله مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. هذا وبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إلى الله سبحانه وإلى طريقه المستقيم. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات والدعاة فيها، اللهم آمين. كما أذكر القائمين على وضع الدساتير في مصر من المجلس العسكري، وكذا من مجلس الشعب والشورى، وممن أطلقوا عليهم القوى السياسية، أذكرهم جميعا بتقوى الله، وأن البلاد ستبقى في نكد وفي فتن وفي مشاكل إذا حدنا عن هذا الكتاب العزيز، كتاب الله سبحانه وتعالى. فليت المشير وفقه الله لذلك أن يخرج على الناس من غده أو من ليلته هو ومعاونوه ويقول لهم: أيها الناس، رضينا بكتاب الله، رضينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبكتابه دستورا، فلسنا في حاجة إلى هذا النكد وهذا التعب وهذه الإشكالات، وهذا كتاب ربنا، كتاب الله، لا يضل ربي ولا ينسى، كتاب الله، ما فرط الله فيه من شيء، كتاب الله الذي لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، كتاب الله الذي لا يضل، فإن ربنا لا يضل ولا ينسى. فليت المشير الطنطاوي وليت حاشيته تقوم مقاومة رجل واحد مؤمن يقولون: سنحكم كتاب الله وسنحكم سنة رسول الله وكفى بها دستورا. ليتهم يفعلون، يرضى عنهم ربنا وهم في أواخر حياتهم، يختم لهم بخير ويرضى عنهم أهل الإيمان بعد رضا الله سبحانه وتعالى. إن ماتوا يموتوا على طاعة وأعزة، وإن سلموا فإن الله سبحانه ضمن الحياة الطيبة بقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذلك الذي ذكر لأن الحيود عن الكتاب العزيز سبب للبلايا التي ستحل بالبلاد، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فهيبوا بالمجلس العسكري ومجلس الشورى ومجلس الشعب والقائمين على وضع الدساتير أن يوقفوا رحلة العناء التي هم فيها ووعثاء السفر الذي هم فيه، ويعلنوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. هذا ولما لنصارى مصر، لما لهم علينا من حق الجوار، ولما لهم علينا من حق النصح، ولأننا نرغب في هدايتهم. أذكرهم بما أذكر به نفسي أن الله واحد لا شريك له، لا مولود له، لا صاحبة له، لا ند له، لا مثيل، لا شبيه. فأقلعوا عن شهادة الزور على ربكم، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فستكتب شهادتكم وتسألون. فبدلا من أن يأتي يوم تخلدوا فيه في الجحيم، فآمنوا بالله وصدقوا المرسلين عليهم الصلاة والسلام. أنصح بذلك القساوسة وعامة النصارى لما لهم علينا من حق الجوار في مصر، أذكرهم بالله أنه واحد لا شريك له، هو الذي يغفر الذنب ويقيل العثرات. فلست في حاجة أيها النصراني
إلى أن تذهب إلى قسيس تعترف له بذنوبك وتفضح نفسك أمامه حتى يعطيك سك غفران الذي يغفر الذنب هو الله والذي يقيل العسر هو الله. وقد أمرنا بالستر على أنفسنا فليتكم تفعلون سلامة لكم وأمانا. هذا وذكر الصوفية بأن يقلعوا عن البدع والخرافات التي هم فيها من قولهم مدد يا فلان مدد يا فلان من الموتى والهلكة الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن يملكون ذلك لغيرهم، ذلك لأن دعاء غير الله شرك بالله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ختاما أوصي نفسي والمسلمين والمسلمات برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وعدم اليأس من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن ترد المظالم أيضا إلى أهلها. أوصي نفسي والمسلمين والمسلمات بالإكثار من ذكر الله فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخلص الشياطين وتتنزل الملائكة والرحمات والسكينة ويكتب لنا الأجر العظيم مع المغفرة العميمة. وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فربنا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كما أذكر نفسي وإخواني بأداء الحقوق إلى أهلها والصلاة والسلام على النبي محمد، فكم له علينا من فضل وكم له علينا من يد، فأقل حق له بعد امتثال أمره والسمع والطاعة له، إذ الله قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فحق له علينا أن نصلي عليه وأن نسلم تسليما امتثالا لأمر الله ثم أداء للحق الذي له ثم تنويرا لصحائفنا يوم نلقى الله. وختاما استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم تدفع عنكم المصائب والبلايا. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونسأله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القصص.